مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع القادم. أجواء لطيفة بوجه عام يوم الأحد والاثنين والثلاثاء، ولكنها تميل إلى البرودة قليلا أثناء الليل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. يوم الأحد أجواء لطيفة في النهار تميل إلى البرودة ليلا، درجات الحرارة أقل من معدلاتها، المناطق الشمالية 25-17، المرتفعات الوسطى 22-15، المرتفعات الجنوبية 20-13، والأغوار بحدود 31 العظمى والصغرى بحدود 24. أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل، العقبة أيضا 31-23، معتدلة نهارا لطيفة ليلا، البادية الجنوبية الشرقية 25-14، والبادية الشرقية 27-15 درجة مئوية. الاثنين ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لكن تبقى الأجواء لطيفة بالنهار، أيضا تميل إلى البرودة ليلا، المناطق الشمالية 27-17، المرتفعات الوسطى 25-16، المرتفعات الجنوبية 21-15، الأغوار بحدود 31-32 العظمى والصغرى بحدود 24 درجة مئوية، العقبة 32-23، البادية الجنوبية الشرقية 26-16، والبادية الشرقية 30-18 درجة مئوية. يوم الثلاثاء لا تغيير على الأحوال الجوية التي تكون سائدة يوم الاثنين، أجواء لطيفة بالنهار تميل قليلا إلى البرودة بالليل، خاصة في مناطق البادية والجبال والسهول الشرقية. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 28 والصغرى 18، المرتفعات الوسطى 25-16، المرتفعات الجنوبية 21-14، الأغوار بحدود 31-32 العظمى والصغرى بحدود 24، العقب 32-23، والبادية الجنوبية الشرقية 27-16، البادية الشرقية 31-20 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأربعاء فيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تصبح الأجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل، المناطق الشمالية 29-19، المرتفعات الوسطى ما بين 26-28 العظمى والصغرى 17، المرتفعات الجنوبية ما بين 22-24 العظمى والصغرى 16، الأغوار بحدود 33-34 حار نسبي أثناء النهار لكنها معتدلة بالليل بحدود 24 درجة مئوية، العقبة حارة نسبيا 33-24، البادية الجنوبية الشرقية 27-17، والبادية الشرقية 31-19 درجة مئوية. أما يوم الخميس، الخميس انخفاض على درجات الحرارة، تعود الأجواء لطيفة بالنهار تميل إلى البرودة قليلا أثناء الليل، المرتفعات الشمالية 27-20 طبعا مع ظهور السحب المنخفضة خاصة في فترة الصباح الباكر، والمرتفعات الوسطى ما بين 24-26، أجواء لطيفة بالنهار تميل إلى البرودة ليلا، العظمى 24-15، المرتفعات الجنوبية لطيفة نهارا تميل إلى البرودة ليلا 22-14 مع ظهور السحب المنخفضة خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية، الأغوار أجواء ما بين معتدلة إلى حارة نسبيا 33-34 العظمى والصغرى بحدود 23 درجة مئوية، العقبة أيضا أجواء ما بين معتدلة إلى حارة نسبيا 33-22، والبادية الجنوبية الشرقية 28-14 والبادية الشرقية 32-16 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة يوم الجمعة، يوم الجمعة أجواء أيضا لطيفة بالنهار وتميل إلى البرودة ليلا،
ليلا، المرتفعات الشمالية 25-17 مع ظهور السحب المنخفضة، المرتفعات الوسطى العظمى ما بين 22-24 والصغرى 13، لطيفة نهارا تميل إلى البرودة ليلا، المرتفعات الجنوبية 20-14 والأغوار 32-22 درجة مئوية، والعقبة 32-23، البادية الجنوبية الشرقية 26-15 والبادية الشرقية 28-16 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة ونترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.